نحاريس ألا درتيد باد كجل عصاناتي هاداد أهان لهيد ميد أد أدك قلبي قلفسن لنعيادا دي هرير هاي ككل التاقي لهايين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اسكعفي إلهي تنبداف ويدي أرنتك على التشور مركاتك آن قادتنا إلهي تلسأر. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هو يدين إن أغان كا سيدا يودين تان واردين تيس هو يدي سما بي سيدا يوكيريو دين قف أغان هو يدين هو يدين إن والدك أما قفك واحد علي سيدا أغان تاي المهوضة إلما يرو كدين تاي سيدا قابك أغان تاي هو يدين هو يدين إن قفك آن شقيسانين هاديهن ضدك أما بلشادة دحضة وضا محادو شقيسان لعضها مجتمع دحديسة محاشا قلعان كوريجي ها أورانين قفك آن شقيسان قفك فقيرك ها كورانين لعك مؤباهن تهي لكن سي وحي آد أوديت سؤال لعان أساقون وحبكو ويدينين وحي آد أوديت سي تاس نفتا ذا أي أوتهي كرامو يشرف نفتا ذا أسو جيريسا لأن تاس مر والبوحي نقونيسا من حين إلى آخر إلهي نوحو يري تلك الأيام نداولها بين الناس أدون قوى مالمو بني آذن كانين بمالين أدبنا كو حسابتن مروى البنفطة هذا عزي وشرف كون شرف إنا تسكى كالوانا جيسو هو يدين إن كبرد من دليسكا أما آن دالينين إلمو مالايا دحي إنها قفان إلمو دالين رك يبدو مرباها كو أورانين إلمو مالايا دحي كلمة أها كو ديهن ها كو أورانين قف وجيس إي علامة كتالة أما داوع وغيالو هويديني الوحى السببي راوعا سؤاشا هويديني وحى لغيابا لحظة ذاقات سؤاشا هويديني سإنتيسان أفكاها كسو بيحنين كهر إنو قفكان تمنين يو سوكاها قارين لها وجيسا لأن وجيها وابوس أما مكان كتيرك بني آذان كقفك ماسا وقو شرفو وقو عزيو ووجيسا علامة أغا تالو أذيها أوفينين أساقا لغا يابا إني أطول كتهاي عرقتي دادك كلا إي عرقيان قف مرتكو أه هوي ديني نو هكو أورانين مكو كينا عبتان أما بي أنت أما عبتان لأن هذا الكسادي يزيد باك حرميو سي أديقون وحبا ويديني مرتي كلي مرتي دادا أديقون كو أورانين محاد وباهنتيهين ويحي أعوديد كو مرتي كلي هاي اسكو دايين سكفتان اها معيار عيار اه اناد قف صاحيبك اها اترا هذا هذل سي اه دادك كالو اوغو قسلسو دادك لو ماشا كولا فريا سي اوغو قسلان اناد قف صاحيبك اما اصحاب اتين اما اسكو وراكسن تيين اهد كترا هذا هذل كفتان اه اما جيس جيس اه سي اه دادك اوغو قسلسو لأن قفك صاحيبك ارنتاس اهدي اوحاني بجنسا نفتا ذردك بوسكا قفك وحكو دعيان او كاليتو مرول بنفتا ذا واحد لكتا بوسكا قفك وحلاكو المي إناد آذيغة تهي او كاليتو نوكو قف, قف مرول بدرين كيسا إيو مسكح ديسا إي حاذر تهي إيو وحوال بي وناكسن فهمي كرا وحوال بوحونا كالي حان كرا كلام كاغو هنوك ذا مرول با ميت إي فهمي كران تتكا عقالادا أهو كليا هادالكو هادال مر والبو إي فهمي كران تدك وحبرتي إي تدك عقالة دا آه ها إسكا هادلين ميل والبو هاكو هادلين وحا ربطو ها أورانين سار ربطو ها أودق من قفكات ربطان سار ربطو ها وجوابين نقو قف عانوك مستويهيسو و آد دعيفوي هاي دنك وحبرشادا مدرسة دا عرضي دا كل يتكامي دا با صوتيغي وحو آدي قبرغو هو يدي وحو كيري هو يكالي معالينكا مرول بوح اوغوكا راعا ارضي دهورتو ده اساقو اي اوران ايو هويا داوا هويو كار ليس اه اي ان كدنينينين اي كالا هويو تقيل ها او هاد لنساد ربطو نوقوقف مرول بدكتون او دادكا انكو قيمينين دقمادا قار اي كذالك فكرة كبر
baa isbitaal waxa uga dhacay masarkii dadka oo dhan way ku qosleen wiilbaa saaciday wiilkii markuu saaciday bay waxa ku tiri maxaa dambii hoo leeyahay haddii kansar uu tinteedii iga qaaday anaa timahayga quruxda badnaa haddii kansar dartiis cudur igu dhacay dartiis ay u daateen maxaa qalad oo aniga leeyahay qof mar walba digtoon noqo hadallada qaar dadka way dilaan hadal aada si fudud u tiri baa qof qalbigiisoo dhan burburin kara hadal aada si fudud u tirina qof noloshiisoo dhan buu bedeli karaa waxay fasahaadinayaan gabdhaha waxayna raadinayaan xaasas wanaagsan qaybtaada labaad waxay noqon doontaa adiga dhaqankaagoo kale yeelan doonaan qofka dhallinyarada ee oranaya ma guursanaya gabaraan anigu hadda la sheekaysanayo waxaad ogaataa inaad guursan doonto gabar adiga midaan ahayn uu usoo sheekeeyey dhallinimadu waa inaad ogaato sharaftaadii cirdigaaga inta aadan qiyaanin gabar ninkii gabarkood u qoda godka waxaa ku dhacda walaashiis inta aadan gabar fasahaadinin waxaad xasuusnaataa inay leedahay aabo adigana beri aad noqon doonto aabo inay leedahay walaal la dhashay adiguna aada leedahay gabar kula dhalatay inaad adigu beri reer samaysan doonto ayadana ay beri reer kale samaysan doonto ha fasahaadinin gabar oo gadaal ha u fiirinin markaad ku ciyaartay mashaacirteeda kadib waxaad ogaataa inaad leedahay hooyo gabar kula dhalatay iyo gabar adiga aad dhashay wixii aadan raalli uga ahayn ehelkaaga inay ku dhacaan raalli ha uga noqonin gabdhaha kale inay ku dhacaan ha ku ciyaarin gabar aabaheed uu dhabarka uga dhididay si ay u gaarto heerka maanta ay taagan tahay ha duminin oo ha baabi'inin dhismo ama barbaarin waalid uu soo barbaariyay gabadhiisa si adiga berri barbaarin aad samayso uusan u duminin qof kaleeto ha noqoto cabsida aad gabdhaha kaleeto u cabsanayso sida gabadha walaasha ah aad ugu cabsanayso oo kaleeto ilaahayna wuxuu yidhi wattaquu yowman turjacuuna fiihi ilallah ka cabsada maalin aad u laaban doontaan ilaahay xabiibkeena wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasalam ya'ti zamaanun calaa ummatii ummadayda waxay gaari doonaan waqti laa yabqaa min alislaami ilaa isman islaamnimada aynan ka harin ilaa magac ma ahane walaa min alqur'aani ilaa rasmuhu qur'aankuna uusan ka harin qoraalkiisa ma ahane hamigoodu waa caloolahooda wa diinuhum amwaaluhum diintoodana waa maalashooda waa maalkooda wasunnatu fiihim bidca sunnada ayaga dhexdooda waxay noqon doontaa bidco walbidcatu fiihim sunna bidcadina dhexdooda waxay isku bedeli doontaa sunno laa yacbuduuna allaha ilaa fii shahri ramadaan ilaahayna ma caabudi doonaan waqtigaa ilaa bisha ramadaan ma ahane faidaa facaluu dalika ibtalaahum allahu fi saynuuna hadday arintaas sameeyaan ilaahay wuxuu ku imtixaani doonaa wax la yidhaahda saynuuno qiila ma saynuunatu yaa rasuul allah rasuulka ilaahay saynuuno maxaa laga wadaa qaala sala allahu calayhi wasalam juuru xukaam madaxdooda oo noqdaan dad faajiriin ah dad xadgudub badan inay noqdaan madaxdooda waqalaa'u mu'annah wa kathratu al-awbiya in uu bato faqrigii baahida inay badato iyo cudurada inay bataan wayaxbisu allahu canhum almatara fii awaanih ilaahay wuxuu ka xabisi doonaa ama ka celin doonaa roobka xilliyadii uu di'i jiray wayunziluhu fii hayri awaanih ilaahay wuxuu soo dejin doonaa xilligiisa xilliyaan ahayn awa rabbii anta wa ummii yaa rasuula allah